والله صلاح صلاح ربما حتى للمباراة الثانية يمكن تغريبها نعم. مستوى حتى مستواه يعني صلاح حتى لو ما يحرز هدف كان بيكون عنده بصمة وصنع الهدف الأول تغريبا وصنع لكن بصمته في المباراة كان بتكون واضحة جدا بصورة كبيرة لكن صلاح المباراة دي والمباراة اللي قبل المباراة دي بيقدم مستويات شوية مستواه في تراجع ما أدري ممكن يكون من كثرة المباريات أو في ضغط حملة عليه صلاح كان في الأول متوهج جدا يعني هو هداف الدوري الإنجليزي حتى حاليا فكان كعبه عالي جدا في المنافسات لو ما أحرز بيكون صانع الهدف بصورة مباشرة جدا طيب جميل المباراة التالية تشيلسي تعادل سلبي ممكن نتائج تشيلسي في الفترة الأخيرة أو في الأسابيع الأخيرة كانت نتائج غير الطموح بالنسبة لجماهير تشيلسي هو تعادل مع ولفرهامبتون بتعادل سلبي نعم المباراة دي بالمناسبة مع إنه توخيل دخل المباراة بذكاء كبير صراحة هو دخل المباراة بتنظيم 3-2-4-1 ليه؟ لأنه كان عنده نقص لاعبين مهمين جدا لوكاكو وفران ديل فاقدهم بالإصابة هو لما عمل مهاجم واحد وعمل تحته أربعة وتحته اثنين محاور وثلاثة مدافعين كان هنا على أساس إنه يحاول يعتمد على جيمس والسوني في المساندة الهجومية يكملوا مع في الهجوم لكن للأسف الشديد المباراة انتهت بالتعادل بالرغم من إنه تشيلسي قدم برضو مباراة كبيرة في المباراة هذه لكن فقدانه للوكاكو القيمة الفنية الكبيرة دائما في تشيلسي دائما ما محظوظ أنا الكلام ده يمكن قلت في عدد من الحلقات بإنه وزي ما توقعت قلت الشيل حتى لما تشيلسي هو في الصدارة بفارق كبير قلت له ان الصداره حتجي في اللفه الاخيره حيجي ينحصر ما بين مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي حيتراجع ليه لانه تشيلسي في اخر مبارياته دائما بيفقد عدد من العناصر ما في مباراه تشيلسي دخله وهو مكتمل الصفوف